سلمى، في موضوع دائما بشغل بال الأهالي، الاعتناء بأسنان أطفالهم، الانتباه للأسنان مع بداية العمر، الأعوام الأولى للطفل، إيمت فعليا بيكون بدنا علاج للأسنان؟ إيمت بنقول فعلا لازم نتوجه للطبيب يكون في استشارة؟ بالآونة الأخيرة عم نشوف التوجه لتقويم الأسنان، عم يكون في مشاكل بالأسنان ومشاكل بالفك. لنحكي عن هي الأمور أكثر، معنا الدكتورة سلوى بري، أخصائية في تقويم الأسنان وعلاجها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا دكتورة. يعني كتير أسئلة بتخطر ببال الأهل، وخصوصا مع بداية خلينا نقول الانتهاء من الأسنان اللبنية. تمام. تشكل الأسنان الطبيعية ممكن يكون في مشاكل، أحيانا بيصير في مشاكل عند الأطفال أثناء خلع أو تبديل الأسنان بتؤدي لتشوه ببنية السن نفسه. تمام. وهون ببلش الأسئلة، أنا لازم ابني بده تقويم ولا لا؟ مع الوقت رح يروح هذا الشيء، مساحة الفك بتكبر، أسئلة كتير. خلينا نبلش نحكي هيك، كيف بنعرف إنه الأسنان الأطفال بدها تقويم؟ هلا أول شيء دائما بيسألونا إنه نحن في عمر معين للتقويم. هلا أكيد ما في عمر معين، في كتير عندنا مشاكل بتواجهنا بعمر كتير صغير، ببين على الطفل هاي المشكلة. يعني أوقات مثلا بنحس إنه الطفل عنده عضة معكوسة، يعني بيكون مثلا الفك السفلي لقدام، الأم بتلاحظ هذا الشيء. هذا الشيء ببين عندي أوقات بالست سنين وسبع سنين، فبنضطر نتداخل على الموضوع مبكر. في مشاكل فينا نستنى عليها لل 12 سنة و 13 سنة لما بيصير الواحد عم يبدل أسنانه. بس في كتير مشاكل نحن بنضطر نتداخل عليها بعمر مبكر، وفي بعض المشاكل بتكون كتير يعني إسعافية التداخل عليها بتم بالست شهور. طيب خلينا نحكي عن هي المشاكل الإسعافية أو بتبلش. في كتير من الناس بتقلك أو كتير من الدكاترة بنسمعها بشكل عام، إنه إذا بلشتي بعمر صغير وركبتي تقويم تكسبي أسنان طفلك، لأنه يمكن حتى النظام الغذائي بيلعب دور. بتلاقي الولد يعني عم نشوف في اختلاف بالأسنان، مع إنه بتقلك فرم طبيعي ما لعب بأسنانه، مع ذلك بتلاقي في عنده مشاكل. بيلعب دور العمر مع بداية مبكرة لتركيب تقويم الأسنان؟ طبعا بيلعب دور، لانه نحن كثير كاخصائيين تقويم بنستفاد من طور النمو، وبنستفاد من المرحله اللي عم بيمر فيها عظام الجسم وعظام الفكين، وكثير بيكون انه حل المشكله بهذا العمر اسهل من لما الطفل بيكبر او بيبلغ. فنحن بهالحاله لما بنتداخل عليه على بكير الحل بيكون اسهل والمده اقصر، ونحن كاطباء بنقدر نوجه نمو هالفكين، نقدر نحن نحصل على النتيجه اللي بدنا اياها بطريقه اسرع واسهل. بالإضافة لهذا إنه نحن على يعني في مشاكل كتير لما نحن بنستنى عليها للمريض يكبر ويبدل أسنانه كلها، بيصير علاجه صعب، أوقات بنلجأ للجراحة. ممكن يكون له علاقة بالفكين، فينا نقول ممكن يكون له علاقة بالفكين، ممكن حتى تبديل الأسنان، تضيق الفك، كل هذه الأمور بتلعب دور إنه نحن نتداخل على علاجه عبكير. طيب دكتورة، يعني يمكن في كمان مشكلة بتصير إنه الأطفال بيخافوا يركبوا تقويم الأسنان لكتير، يمكن خليني أقول هيك صورة نمطية، أو يخافوا من التنمر مع الأسف. 100%. ولهيك صرنا نشوف في تقويم داخلي وفي تقويم شفاف، في كتير أساليب انعملت لحتى تحل هالمشكلة. بس في ناس ما بتاخذ أولادها إلا بعد عمر كبير متأخر، بتقول مشان ما يكون بالمدرسة رفقاته يتمسخروا عليه أو كذا، أو لا لحتى يصير خلص هذا العمر هو أبلغ تماماً ما عاد يرجع يتغير شيء بفكه. خلينا نحكي عن هاي المعلومات، صحيحة؟ شو الصح منها شو الغلط منها؟ المشكلة إنه هالمعلومات 100% خاطئة، وهذا الشيء شائع بمجتمعنا، إنه نحن ما بدي أخلي ابني يحط تقويم بالمدرسة لأنه أولاده بيضحكوا عليه أو رفقاته بيضحكوا عليه. لا بالعكس، نحن خليه يحط هذا التقويم، خليه يضبط شكل أسنانه. يعني أنا لما بيكون عندي طفل عنده بروز بالأسنان الأمامية بشكل كبير، أول شيء بيصير عليه تنمر زيادة، يعني بيصيروا يضحكوا عليه لأنه حتى مخارج الحروف بتكون عنده مو مزبوطة، طريقة مضغ الكلام بتكون مانا صح. فكل هاي الأمور بتخلي يصير عنده هذا، يعني بيصير التنمر عليه زيادة. غير هذا أنه أنا مثلا معرض لأنه يصير معه مشاكل أكبر، ممكن يوقع، بيكونوا أسنانه كتير معرضين أنه ينكسروا. فبالعكس نحن لازم هذا الشيء الأمهات كله يكون عندهم وعي تجاه هذا الموضوع، أنه لا، كل ما عالجنا الموضوع على سن مبكر نفسيا أحسن للطفل وبنفس الوقت صحيا.
يمكن مع مرور الوقت والتطور الطبي اليوم، قبل كنا نشوف خيار التقويم هو الخيار الأخير لأنه يحتاج لفترة زمنية جدا طويلة، والأهل كانوا بياكلوا هم ياخذوا الولد ليحط تقويم وقديش فعلا بده علاجات وقديش بده وقت. اليوم عم نشوف لا، في خيارات أخرى واتجاهات أخرى، أحيانا عم نشوف تقويم متحرك، تقويم ليلي. مع التطور العلمي عم ناخذ نفس النتيجة وقديش فعلا يعني إلى فعالية بعيدا عن التقويم التقليدي اللي متعودين عليه وهو فعلا مزروع بذاكرتنا؟ هلا اكيد يعني تقويم الاسنان تطور مثل اي تطور صحيح. باي شيء يعني صار عندنا تقويم تجميلي، صار عندنا التقويم الشفاف، صار عندنا كثير امور تغير يعني تغيرت وتطورت. بالاضافه لهذا انه خطط العلاج والمعالجه كمان اختلفت صحيح. لانه الاجهزه اشكالها اختلفت، صارت المده اقصر. بس بالنسبه للتقويم المتحرك فنحن عاده نلجا له للاطفال قبل ما يبدلوا اسنانهم. يعني نحن ما فينا نحط التقويم الثابت او اللي انت عم تحكي عنه الاعتيادي اللي قصدك فيه الحاصرات المعدن، ما هذا ما فينا نحن نلجا له ل يعني لبعد ما الطفل يبدل اسنانه. اما بعمر صغير فهو اجبار يكون متحرك. طيب كمان دكتوره، في شيء مرحله اللي هي كثير مهمه من العلاج التقويمي للاسنان، هي مرحله التثبيت ما بعد ما بينشال التقويم تمام. اللي هو بالحاصرات. كمان اجهزه التثبيت مو كلها بتكون ممكن ظابطه، في بيجي مثل شكل البدله وسلك بينحط، في ناس تتضايق بيصير بعض الحروف بتطلع معها تمام. غلط فبتهمل بيرجعوا الاسنان كأنه مثل ما بيقول المثال كأنك يا أبو زيد ما غزيت ما عملت شيء. فخلينا نحكي عن هي الفكرة أيضا. هلا بالنسبة لأجهزة التثبيت هي كتير مهم، يعني هي كيف يعني مثل نحن عالجنا 50% من العلاج والخمسين الثاني هو على يعني على الأجهزة التثبيت. بس ممكن نحن بهيك حالة نلجأ لأسلاك التثبيت الدائمة، بنحط سلك رفيع من داخل الأسنان. قديه فترتها ممكن تكون أجهزة التثبيت؟ سنة يعني أو قد مدة العلاج نحن عادة بنحطه. يعني مثلا أنا إذا عالجت المريض لمدة سنة بخلي جهاز التثبيت لمدة سنة. هلا الأسلاك اللي عم بحكي لك عليها هي دائمة مدى العمر، يعني بتضل من داخل أسنان المريض لكل العمر. طب إذا ما بده يحط هاي الأسلاك؟ ما عندنا حل ثاني، يا نحط أجهزة التثبيت يا الأسلاك. وفي حالات نحن اضطرين نحط الأسلاك، يعني نحن إجباري نحط هاي الأسلاك تبع التثبيت. كثير ما أنا مزعجة نهائيا وما بتبين حتى. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن أنواع التقويم عند الأطفال. في أنواع للتقويم عند الأطفال وبيختلف حسب السن أو العمر؟ طبعا هلا عندنا نحن فينا نلخصهم نعتبر أنه عندنا نوعين للتقويم. عندنا التقويم الوقائي اللي هو بيخلينا نحن يعني نعالج مشكلة قبل ما تصير. مثل مثلا أوقات عندي أطفال بمصوا إصبعهم، عندهم تنفس فموي، عندهم بلع طفلي، هي مشاكل كلياتها نحن لازم نعالجها قبل ما تعمل لنا المشكله. كيف بنعالجها؟ بالتقويم الوقائي، هذا احد الانواع. النوع الثاني هو التقويم العلاجي الفعال، لما انا بصير عندي مشكله وبدي احلها، مثلا عندي عضه معكوسه على الفك السفلي بدي رجعه لورا، كمان بتصير عندي بالاجهزه المتحركه، بس هي بيكون نوع الجهاز علاجي ما هو وقائي. التقويم الوقائي قديش مدته فينا؟ حسب كل حاله، حسب قديش الطفل بيستجاب. بس يعتبر فترته الزمنيه اقل من التقويم السابق. 100%. طيب خلينا نحكي عن شوي الاخطاء الشائعه خلال فتره العلاج اللي ممكن يكون جزء منها كثير هو تصرف المريض نفسه، وخصوصا لانه عم نحكي على مراحل عمريه هي الطفوله، فبيكون في صعوبه، في اطفال بيحاولوا يخترعوا، في اطفال بيوقع منهم قطعه ما بيحكوا انه هذا هي الشغله وقعت، قد هي بتاثر، شو لازم نعمل خطوات، معلش نذكر كل قديش الاهل بيروحوا بيزوروا بيعملوا زياره. هلا بالنسبه للمراجعات عاده كل مراجعات يعني مرضى التقويم ان كان الكبار او الاطفال هي كل 3 اسابيع للشهر. هي بشكل عام يعني. اما بالنسبه كيف انت تخلي الطفل يحب يحط الجهاز، هذا كثير بيلعب العامل النفسي بالموضوع. اول شيء الطبيب طريقه تعامله مع المريض، يعني ما يخلي يعني المريض ما يحس الطفل انه هو خايف من دكتوره، بالعكس يحبه، يكون في يعني الطبيب يلاقي صله تواصل بينه وبين الطفل، يرغبه بالجهاز. والاهل التشجيع، يعني انا مثلا ابني قال له ماما اذا بتحط انت مثلا مثل ما قال الدكتور حط الجهاز بجيب لك هيك بعطيك هيك اول فتره، لانه صراحه اجهزه مزعجه للاطفال، يعني صحيح. ما فينا ننكر هذا الموضوع، بتلعب دور كثير كبير 100%. بس تشجيع دائما للولد والترغيب، ولما بيلاقي الولد صار انه عم بيستفاد، اسنانه عم بيتحسنوا، عم بيبلع احسن، عم بيمضغ احسن، عم بيحكي احسن، بصير بحب
يعني بيصير هو بحب يحط هذا الجهاز. طيب نحن بنشوف كمان عادة غير التقويم الثابت تقويم كامل له علاقة بالفكين، هون بأي مرحلة ممكن يستخدم هيدا التقويم؟ طبعا هي في حالات نحن بنستخدم هذا التقويم اللي أنت تقصدي فيه الخارجي. تمام تمام، في حالات كثير نحن بنلجأ لهذا التقويم وبأعمار مبكرة كمان، بس دائما بتكون المشكلة هون عندي هيكلية، يعني بتكون عندي مشكلة بعظام الوجه مو بالأسنان، فنحن بنلجأ لهي الأجهزة. والعمر الفترة الزمنية لإله قديش بتكون طويلة ولا حسب الحالة؟ نحن هلا هي عادة مثلا حسب الحالة والالتزام المريض بيلعب كتير دور بهذا الموضوع، يعني في مرضى بتلاقيه بيضلوا شهرين وثلاثة ليتأقلموا ويحطوا هذا الجهاز. صحيح. هذا كله محسوب من مدة العلاج، بس عمليا خلال سنة مفروض المريض يلاقي نتيجة لهي الأجهزة. كمان دكتورة بنسمع عن الجراحة التقويمية. تمام. يعني انه هذا الطفل مو بس بحاجة لتقويم، بحاجة لبعض انواع الجراحات، خلينا نحكي عنها ومين هي الحالات، هل هي كثيرة، هل هي سببها وراثي، هل هي سببها شكل العظم الفك بشكل عام، ما أنا مشكلة بسيطة. كثير الوراثة بتلعب دور بهذا الموضوع، وخاصة بالمشاكل بتلاقي انه مثلا نفترض عنده تراجع بالفك السفلي كثير كثير كبير، او بنقول نحن عدم نمو للدقن وعظام الفك السفلي، بنرجع بالعائله لورا بنلاقي الخال العم الجد كثير وارد يكون عندهم هاي المشكله. عرفتي؟ فكثير نحن هذا الموضوع بيلعب دور، واوقات ما دخل الوراثه، هو عباره عن تكوين عظم صار في خلل معين، بس بنقول يعني الحمد لله انه صار في علاج لهذا الموضوع. في كمان عندنا مشكله كثير بتواجهنا هي اللي انا ذكرناها اول شيء، بدها تداخل اسعافي، اللي هي شخشفه قبه الحنك. هاي نحن كثير مشكله، يعني نحن مضطرين نتداخل عليها بالست شهور ونعمل اجهزه للطفل ليقدر يشرب الحليب، ليقدر يشرب يرضع، يعني لحتى يقوم بمهامه العادية. اكيد نتمنى الصحه للجميع. بس دكتوره بالختام خلينا نحكي عن العنايه الصحيه لتنظيف الاسنان وتقويم الاسنان خصوصا، لانه كمان تلعب دور قديش فعليا بيبقى التقويم وقديش فيني اعتني فيه وقديش فيني نطفه مع الاهل والطفل. طبعا اهم شيء بالتقويم هو العنايه الفمويه بكل كمان بكل الاعمار، للاطفال وللكبار. وفي كثير اجهزه عندنا بصير المريض بيستصعب انه هو ينظف اسنانه، خاصه اللي فيها حاصرات معدن، الاسلاك، المطاط، فتراكم الاكل بيكون تنظيفه صعب. فنحن لازم دائما نحن نوجه على موضوع العنايه الفمويه، لانه بيصير عندي مشاكل تانية بالحقة بعد ما نحن نشيل الجهاز، يعني ممكن يصير عندي نخور بالأسنان، ممكن يصير عندي التهابات لثوية نحن بغنى عنها. فدائما تنظيف الأسنان والعناية الفموية هذا أهم شيء خلال مرحلة العلاج. أكيد. يعني اليوم نحن كتير سعيدين فيك دكتورة بكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، بنتمنى يكون كل اللي عنده أطفال بحاجة لتقويم استفادوا من هاي المعلومات. شكرا لوجودك معنا. أهلا فيكم. نتشكرك أكيد دكتورة وسهل. سلوى بري أخصائية في تقويم الأسنان وعلاجها، شكرا كتير على وجودك معنا اليوم. أهلا وسهل.